خلونا نعرف تفاصيل أكتر. بينضم لنا دلوقتي عبر تطبيق زوم الدكتور محمد رفعت خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. صباح الخير يا أستاذة بسنت، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. يعني خليني أقول يا دكتور دلوقتي ونعرف المشاهدين إيه هو المفهوم العلمي والتقني للجي بي أس، إيه هي استخداماته اللي نشأ عليها في بداية ظهوره في العالم؟ هو نظام الجي بي اس هو نظام أمريكي ابتدى في سنة 1973 أغراض عسكرية طبعا، و جي بي اس اختصار جلوبال بوزيشن سيستم. هو نظام اللائحة كان معمول لأغراض عسكرية في الأول، وبعد كده بعد ما كملوا عدد أمر 24 قمر ابتدى يغطي الكرة الأرضية كلها وأتاحوه للناس كلها. يمكن فالنظام ده بيوفر إن ومكان دقيق لأي جهاز استقبال بيعمل إشارة الجي بي إس على الأرض كلها. عايزة أقول لحضرتك إنه دايماً بيبقى فيه يعني ساعات كتيرة، أو أول ما بدأ التطبيق ده أو استخداماتنا ليه كان مش أكيوريت قوي، مش دقيق قوي. ابتدى مع الوقت يزيد من الدقة دي، ابتدى النهاردة إنه مثلاً حتى اللي مش عارف يستخدمه كويس قوي ابتدى الأبليكيشن ده أو التطبيق ده يكون أسهل في التعامل. هل النهاردة التقنيات اللي العلماء اشتغلوا عليها دي عشان يوصلونا للابتكار ده خدت وقت قد ايه، او ازاي قدروا ان هم عن طريق استخدامهم للاقمار الصناعيه ان هم يوصلوا للدقه دي في التعامل مع ابلكيشن على الموبايل المفروض ان هو زيه زي اي ابلكيشن تاني، لكن هو شديد الدقه وخلى فيه اعتماديه كبيره قوي منا عليه؟ هو الحقيقه انت هو بيشتغل انه انت الجهاز بتاعك اللي هو الموبايل فيه جهاز استقبال اقمار صناعي. بيستقبل اشاره المنظومه بتاعت الجي بي اس، فانت محتاج 3 اقمار عشان تعرف اللوكيشن بتاعك. ثلاث عشان أقمار تشتغل على المنظومه الابلكيشن بتاع الجي بي اس اللي عندك على الموبايل يشتغل، محتاج 3 اقمار تلضغ الجهاز يستقبل 3 اقمار صناعيه في نفس الوقت. فهو طبعا الدقه زادت، فمجرد ما انت استقبلت 3 اقمار صناعيه خلاص انت بقيت دلوقتي الجهاز بتاعك يقدر يحدد انت اللوكيشن بتاعك فين. طيب حددت المكان اللي انت رايحه، يبتدي برنامج تاني ياخد اللي انت الجهه اللي انت ابتديت منها والديستنيشن بتاعك او المكان اللي انت رايح له، ويديك احسن طريق وترافيك والدنيا دي كلها. طيب الموضوع ده خد وقت قد ايه؟ يعني تقريبا امريكا خدت تقريبا من 73 ل 95. بس طبعا دي مراحل، يعني الاول كان بيغطي جزء من امريكا بس، وبعد كده امريكا كلها، وبعد كده امريكا الشماليه، وهكذا، لانه معتمد على عدد كبير من الاقمار. فانت كل ما تزود عدد الاقمار وكل ما تزود دقه التصوير دقه الاشارات بتاعتها، كل ما الايه الدقه بتاعت التطبيق بتاعك تبقى احسن. طب وابتدى دلوقتي كمان في بعض الموبايلات بتتيح ان هو يدمج خدمتين لنوعين مختلفين من ال يعني شغل غلوناس مع الجي بي اس، يعني هو النظام الروسي مع النظام الامريكي. فبالتالي بقيت انت بتشتغل مش عدد الاقمار الضعف، يعني بتشتغل على عدد الاقمار الخاصه بال الجي بي اس اللي هو الامريكي والغلوناس اللي هو الروسي. يمكن بعض المواطنين لسه ما عندهمش ثقافه استخدام هذا التطبيق، يعني هو الموضوع ابتدى ينتشر دلوقتي لانه مع الطرق الجديده ومع الدنيا الابديت اللي بيحصل في الطرق الموضوع اصعب. اصعب؟ يعني انت يعني اصعب ان انت تفتكر كل الطرق وتبقى عارف كل حاجه. وخصوصا ان انت لو واحد اول مره تروح. طيب هل في وسائل تعليميه اقدر من خلالها ان انا احترف التعامل مع تطبيق الجي بي اس؟ هو في فيديوهات على اليوتيوب كتير، ان انت لو دخلت قلت كيف مثلا استخدم برنامج كذا حسب البرنامج اللي انت بتستخدمه. طبعا اشهر حاجه جوجل مابس، لان هو اللي بينزل مع الاندرويد. يعني هو ده مش احسن تطبيق، بس هو اكتر حاجه منتشره لانه هو اللي ايه هو اللي موجود على كل الموبايلات دلوقتي. طيب. وفي نفس الوقت ما هو مع دقه الجي بي اس ابتدى بقى يديك فيتشرز وامكانيات ما كانتش موجوده قبل كده. يعني هو مع انتشار الموضوع مثلا استجابه للطوارئ، يعني دلوقتي بيديك لو يعني في اماكن يعني مثلا الاتحاد الاوروبي وروسيا من حق انت ممكن تدخل على الجي بي اس تدي الارم ان انت عندك حاله طوارئ. فبالتالي عارف سجل حاله الطوارئ وعارف انت موجود فين. في جيمز دلوقتي بتستخدم نظام الجي بي اس.
يخليك تتحرك وتمشي ويعرف مكانك فين ويقول لك انت فين ويديك تاسك تاني وهكذا. خطورة بقى معرفة الابليكيشنز دي طول الوقت بمكاني انا فين، بتحركاتي عاملة ازاي، هل بتقع خطورة على المستخدم لو فاتح طول الوقت اللي هي هو طبعا هو مجرد ان انت عندك بيانات كتير موجودة على الموبايل عموما هي كده كده خطر. بس طبعا احنا ده ريسك لابد منه، يعني بدل انت بتستخدم الجي بي اس انت الريسك ده موجود، بس انت ممكن تقلله ان انت تخليه ما يحتفظش بالهيستوري. يعني تدخل على الاعدادات بتاعتك وتقول له انا مش عايز احفظ تاريخ الحركه بتاعك على البرنامج بتاع جوجل ماب او اي تطبيق انت بتشتغل بيه. لان انت اول ما تحتفظ بالهيستوري انت بتيجي تروح له مكان يقول لك اه انت رحت المكان ده من 10 شهور. يعني هو مسجل لك كل حاجه انت عملتها قبل كده، يعني يقول لك انت رحت المكان ده من 10 شهور والساعه كذا وصلت الساعه كذا، الطريق خد وقت قد ايه؟ فاوريدي برضه هو ان انت محتفظ بالهيستوري بتاعك على برامج اللي هي الملاحه عموما هي مسجله كل حاجه عنك. يعني انت اتحركت امتى؟ وصلت امتى؟ سرعتك كانت قد ايه؟ وقفت فين؟ وصلت الساعه كام؟ كل ده مسجل. على كل حال ده من الحاجات التكنولوجية اللي أكيد وفرت علينا وقت كبير قوي، مجهود كبير قوي، وسهلت علينا حياتنا. كل الشكر ليك الدكتور محمد رفعت، خبير التحول الرقمي وأمن المعلومات.